كل التحيات واهلا بكم الى اخر نشره لهذه الليله من قناه الجديد في بيروت. بلد يسير على الريحه، تمسك به الزباله بيد والنفايات السياسيه باليد الاخرى، فالى اين المفر؟ طمرت ازمه النفايات على طاوله الحوار في عين التين، وفتحت عليها العين في السرايا التي زارها اليوم سعد الحريري متفائلا. لكن إذا أتتك الطمأنينة من عاجز فهي شهادة بأن الأزمة إلى مزيد من العسر لا اليسر. وإذا ما قيست الزيارة على مقياس توزيع الحصص فالحل يسير والوفاق راعيه. أزمة النفايات ليست وليدة الأشهر الثمانية وتقف على أبواب شهرها التاسع بلا عوارض لمخاض الحلول. في السرايا قرئ العنوان من الزيارة والحل الذي وعد به الحريري في غضون ايام معدودات بأن يتفق مع من يختلف معهم على الحصص، اي ترويكا السنيوره بري وجملاطة اللهم الا اذا طبخ الاتفاق عبر الخطوط الساخنه، وجاء سعد لينبئ سلام بالخبر السعيد. وعلى هذا الافتراض على المعنيين واجب شرعي ابلاغ اللبنانيين حقيقه ما يجري. في ملف عمره من عمر الحريري وريحته طلعت كترت عبرت الحدود لتصل الى العالميه. قبل السرايا اتجهت الانظار الى طاوله الحوار في عين التين حدد استاذ الجلسه جدول الاعمال والمتحاورون خيطوا بغير مسله المطامر واذ بالجلسه تتحول الى مدرسه مشاغبين فلم تسلم بنودها من نقاشات حاده. ولكن من دون انفعال بين ابناء البيت الواحد اشعلت فتيلها النسب المئويه لشركات الاحصاء وعلى هذه النسب قال وزير الخارجيه جبران باسيل ان التيار الوطني الحر يمثل 86% من المسيحيين فما كان من رئيس تيار المردة سليمان فرنجي الا الرد على باسيل قائلا ما تنغشوا بهيدي الأرقام لأن نحن ما رح ننغش فيها، وتيارك مسؤول عن جزء مما وصلت إليه الأمور اليوم. وسكت الجميع عن الكلام المباح، وساد صمت ونظرات متبادلة بين المتحاورين قبل أن يتدخل بري ويرفع الجلسة. من طاولات الحوار إلى قاعات المحاكم الدولية، هذه القاعات وإن أغلقت أبوابها على تأكيد المؤكد ببراءة الجديد وكرم خياط فإن لأبوابها الموصدة مفاتيح هي بأيدينا نحن صحيح أننا خضنا المعركة مع سكوت منتحل صفة الصداقة لكن ما وراء صديق المحكمة ثمة قاضية اسمها نوثورذي لبست قبعة الإخفاء نسقت مع رئيس المحكمة السابق باراغواناث جلسة بجلسة لم تقف على رأي ادعاء ولا دفاع وبالمراسلة أبلغت معارضتها الكاملة لحكم البراءة هذه القاضية تبنت قضية وهمية لا أرضية قانونية ولو شكلية لرفعها فكانت العلة والمشكلة والسبب والمسبب في صرف الملايين من جيوب اللبنانيين وبسوق حرية إعلامية مخفورة بذنب قول الحق إلى قوس محكمة دولية ضلت طريقها عن مهمتها ووجهت بوصلة أحكامها بالاتجاه الخاطئ فكيف لمحكمة قامت على دم الاغتيال وتحترم نفسها أن تبقي على رئيسة لوثت سمعتها وسمعة القضاء الدولي وسمعتنا معها وللحديث تتم ومن معه حق لا يخشى شيئاً حملات الحراك المدني تحشد قواها لتظاهره السبت قبل ثلاث أيام من التظاهر التي تجمع كل حملات المجتمع المدني في رياض الصلح قام شبان من حملة بدنا نحاسب والشعب يريد إصلاح النظام بمسيرة شموع انطلقت من أمام ثكنة الحلو ووصلت قرابة الساعة السابعة ونصف إلى محيط السراي حيث كانت تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ومن هناك كان النداء أنك لا تقوم بواجباتك تجاه الشعب إلا تحت وطأة الضغط الشعبي فأننا نؤكد مجددا أننا سنتابع الضغط في هذا الشأن حتى استعادة التفتيش المركزي وباقي الأجهزة الرقابية دورها الفاعل في ملاحقة الفاسدين والمرتكبين مهما كانت انتماءاتهم أو مراكزهم أنا لهذه السلطة أن تخجل لفشلها المستمر منذ أكثر من 230 يوماً وتقوم باقرار حل مستدام لمعالجه النفايات وفق معايير صحيه وبيئيه وماليه سليمه، تحافظ على كل من طبيعه لبنان وصحه شعبه وماله العام. اما في حال فشلت الحكومه باقرار خطه مماثله خلال جلسه الغد فان الرئيس تمام سلام مدعو لان يصارح الناس ويعلن حقيقه ما يحصل لان من حق الشعب ان يعلم. ندعوكم للمشاركه الكثيفه بتظاهره يوم السبت المقبل 12 اذار عند الساعه الرابعه من بعد الظهر. من ساحة ساسين الأشرفية إلى ساحة رياض الصلب لنطالب أولا بفرض حل لأزمة النفايات يضمن حق المواطن اللبناني ببيئته وصحته وماله العام ثانيا بفرض إقامة انتخابات نيابية تعتمد النسبية والمواطنة معيارا للانتخاب ويكون فيها لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي يكون مدخلا لإعادة تشكيل السلطة فنحظى بدولة تحترم مواطنيها وتحاسب فاسديها بدورها حملة طلعت ريحتكم رفعت الصوت من أمام جبل النفايات في منطقة الجديدة السبت مش نازلين لنعطي فرصة السبت آخر فرصة السبت مش نازلين كرمال نعطي سكوك براءة لحدا السبت نازلين نعمل جردة حساب السبت نازلين لنعلن الخطوات التصعيدية مش معناتها أبدا رح نقبل يكون في أي اعتداء لا على القوى الأمنية ولا على الأملاك الخاصة أو العامة نازلين لنفرج الفارق بيننا كمواطنين تحملنا وإن ونفذ صبرنا وأوضحت الحملة أن حياتنا في خطر وأصبح الجميع يعلم أن لبنان أصبح مكبا مفتوحا للنفايات وأصبح جنة للجراثيم لافتة إلى أن ما يعيق الحل لهذه الأزمة هي نظرية شو بيطلع عنه الحريري في السرايا لحل أزمة النفايات قبل حل الحكومة في الشكل رفع رايه ان اللبنانيين يستحقون شوارع خاليه من النفايات وفي المضمون حمل جرعه دعم لبقاء الحكومه بعدما هدد الرئيس سلام بالاستقاله في حال اخفاقه في حل ملف النفايات فزار الرئيس عبد الحرير السراي للبحث في ملف النفايات كل القوى السياسيه الاخرى نحن يعني من اول مجيئي وعم بشتغل على هذا الموضوع ايضا مع الأفرقاء السياسية وإن شاء الله يعني اليوم اللجنة الوزارية تقدر توصل لحل وإذا وصلت بيكون إن شاء الله حل, حل, هذا الموضوع لأنه فعلا اللبنانيين بيستحقوا أنه يكون شوارعهم فاضية من النفايات ف... يعني شيء بيش... ان شاء الله نحن عم نشتغل مع الجميع ويجب هذا الموضوع انه ينحل باسرع وقت ممكن وقال الحريري ان كل القوى السياسيه تعمل لحل هذا الموضوع ووليد جملاط كان له دور كبير فيه ونحن نحيي شجاعته ونحيي كل القوى السياسيه الاخرى طاوله الحوار الوطني التامت في عين التين من دون ان تبحث في ازمه النفايات، ونقاش بين رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجي ووزير الخارجيه جبران باسيل على خلفيه الانتخابات الرئاسيه. جلسه حواريه اخرى للبحث في المشكلات التي يتخبط بها البلد، وفي نتيجتها ان الاقطاب لم يبحثوا في مساله النفايات. وأن البحث تركز بجملته على الملف الرئاسي الذي سبق وأن نال الحصة الكبرى في الجلسات السابقة في الشكل حضر الجميع باستثناء العماد ميشيل عون ممثلا في الوزير جبران باسيل والنائب وليد جملاط ممثلا في النائب غازي العريضي وفي المضمون المعلن أن النقاش دور حول جدول الأعمال وتفعيل عمل المجلس النيابي وأن الرئيس نبيه بري قال للمجتمعين إن اللجنة النيابية المكلفة دراسة قانون الانتخابات سلمته تقريرا عن أراء الأفريقاء وأنه في انتظار تسلم المقترحات التي ستبتها اللجنة نحن مع تفعيل مجلس النواب بس مش على أساس أنه يستعمل التفعيل للاستمرار في ضرب موضوع الرئيس دولة الرئيس نبيه بري كان حاسما في التأكيد على أنه في موضوع انتخاب الرئيس لن يكون هناك تجاوز للدستور الذي ينص على ضروره توفر نصاب الثلثين لانعقاد الجلسه في مطلق الاحوال انما ابلغنا نحن الرئيس سلام والحكومه برفضنا المطلق بموضوع الكوستا برافا لعده اعتبارات بيئيه وصحيه والى ما هنالك وهذا قرار ابناء الشويفات والمنطقه وطرحنا ثلاث بدائل عم تدرسها اللجنه الوزاريه عن هذا الموضوع. واشارت مصادر مشاركه في الحوار للجديد ان النائب سامي جميل عرض للموضوع الرئاسي مشيرا الى وجود مرشحين رئيسيين لهما وضعيه ميثاقيه لناحيه تمتعهما بحلفاء يمثلون الطوائف المسلمه الى جانب تمثيلهم المسيحي، اضافه الى انهما ينتميان الى حلف سياسي واحد، متسائلا لماذا تعطيل الجلسات؟ فلينجح من ينجح منهما. وفي غمرة الحديث عن الملف الرئاسي أعاد باسيل عرض مداخلاته السابقة حول ضرورة الرضوخ لإرادة الناس وأن المسيحيين بقوا مغيبين طوال الأعوام منذ عام 90 حتى عام 2005 وقال أن هناك إحصاءات تشير إلى أن التيار الوطني يمثل نحو 86% من المسيحيين. وبحسب معلومات الجديد فان باسيل طرح فكره وضع صندوق اضافي في خلال الانتخابات البلديه بما ان الجميع متفق على اجرائها من دون ان يوضح الهدف من هذا الصندوق عما اذا كان لاستطلاعات الراي ام لاي هدف اخر خصوصا ان النائب فريد مكاري قاطعه بسؤال هذا الصندوق تحت اي قانون سوف يدرج؟ وبعد هذا النقاش رد فرنجي موجها الكلام الى باسيل وبحسب المصادر فإنها المرة الأولى في جلسات الحوار التي يجري فيها مثل هذا الحديث مع تأكيدها أن مداخلة فرنجية كانت هادئة ومن دون انفعالات ومما قاله فرنجية إن شركة الإحصاء التي يتحدث عنها وزير الخارجية هي عينها التي أجرت الإحصاءات قبيل التمديد للرئيس أمين لحود وقالت إن قرار التمديد يتلاقى والرأي العام وتابع فرنجية ما تنغشوا بهذه الأرقام لأن نحن ما رح ننغش فيها كل التيارات لها تمثيلها ولا يستطيع احد ان يلغي الاخر وتيارك مسؤول عن جزء مما وصلت اليه الامور اليوم تتكلمون وكانكم في المعارضه فيما انتم في الحكم منذ سنوات وانت لا تستطيع القول ان المسيحيين لم يكونوا ممثلين قبل 2005 صحيح انه كان هناك بعض الشخصيات التي لا تمثل لكنها انتهت فيما بعد اما نحن كنا موجودين قبلكم ومعكم وبعدكم وهل تعتبرون انه بتحالفكم مع القوات بات المسيحيون واحدا نحن نرحب باي توافق لكن ان تعتبروا انه بهذا التفاهم بدتم تمثلون المسيحيين وما انتهى الوزير فرنجي من مداخلته حتى ساد الصمت طاوله الحوار للحظات وبحسب المصدر بدت وكانها ساعه تبادل الجميع فيها النظرات من دون اي تعليق ثم تدخل الرئيس بري طالبا البحث في مسألة تفعيل العمل البرلماني وفي ختام الجلسة أكدت المعلومات أن الجميع وجد أن أيا من الأطراف لم يقدم جديدا وكانت تكرارا للمواقف السابقة وعليه تقرر رفع الجلسة إلى الثلاثين من أذار باسل العريضي قناة الجديد عائلة النائب السابق حسن يعقوب تلجأ إلى الخامنئي بعد إطلاق سراح شقيقه حسين ضمن سلسلة تحركات تجريها عائلة النائب السابق حسن يعقوب في محاولة للضغط لإطلاق سراحه اعتصمت العائلة أمام مبنى السفارة الإيرانية مطالبة بإيصال رسالة مكتوبة إلى السفير الإيراني لمساعدتهم في قضيتهم ولما رفض عناصر أمن السفارة محاولة العائلة الوصول إلى داخل المبنى نصبت العائلة خيمة في محيطها وقد تحدثت العائلة أنه أثناء محاولتهم الدخول إلى المبنى قامت عناصر الأمن بإطلاق الرصاص في الهواء لإبعادهم جينا نحن نسوان رحنا نلقي الحجة مثل ما لقيناها عند الشيعة بلبنان جينا نلقي الحجة عند السفارة الإيرانية كونها أن هي بتشكل رمزية لكل الشيعة بالعالم قبل ما نزلنا من السيارات بيتقوص على هيدي البنت ومنضرب ليه؟ حسن يعقوب شو مجرم؟ الشيخ محمد يعقوب شو كان عم ببيع شبسي بطاطا؟ ما كان هونيكي يد التعاون الإسلامي المسيحي وما كان يد قضية كبيرة؟ نحن محبوسين عياد شو؟ نحن بأي بلد؟ نحن بأي كون؟ نحن بأي شو؟ لمين بعد بدنا نلتجئ؟ شو بعمل بدنا نروح؟ بلكي بحنوا علينا جينا للإمام الخامنائي إنه ينظر إلنا وينظر لشغلتنا وينظر للي نحن فيه هيدا بلش إله ثلاث أشهر وشوي الشيخ محمد وسرعان ما دخل وفد وسلم السفير الرسالة صارت رسالة خطية الوالدة عبر عمتي بالسفارة لا توصل للسلم. بتقول أنه نحن مظلومين وما بيصير أنه يعتقل ابن اثنين ونحن قدمنا لهذا الخط كتير وما بيصير أنه نضلنا نحن مظلومين لهالفترة الطويلة نطلب منكم نصرة الحق اللي هي, آه اللي هي أساس بالمسير اللي نحن بننتمي لها وعدونا استلموا منا الرساله وعدوها انه عفوا اليوم انتم كنتوا قايلين عن حزب الله انه بعثتوا لهم رساله وقالوا لكم الرئيس بري ما بده حزب الله نفى هيدا الشيء وبالعاده حزب الله بس يكون عنده موقف واضح بيعلنه يعني ليه برايكم تم النفي من حزب الله هل فعلا تواصلتوا معهم هلا نحن خليني اقول لك بكل صراحه نحن اصحاب الدليل وين الدليل هيدي القصه خليني اقول انه حزب الله والرئيس بري بيمونوا فمش عرض قضائيا افرج القاضي بيتر جرمانوس عن حسين شقيق حسن يعقوب الذي كان قد اوقف في المطار بتهمه شتم القضاء وقد غرمه القاضي دفع كفاله ماليه بقيمه خمسة ملايين ليره ومنعه من السفر واجبره على عدم الادلاء بتصريح في الاعلام الجديد انتصرت وانتزعت قرار براءتها من المحكمة الدولية فكيف توصلت المحكمة إلى قرار تبرئة الجديد وكرم خياط طوال سنتين وشهرين خاضت الجديد ونائب رئيس مجلس ادارتها معركه قانونيه ودوليه في وجه المحكمه الخاصه بلبنان انتهت يوم الثلاثاء بقرار لا لبس فيه وهو براءه الجديد وكرم الخياط. سنتان وشهران من الجلسات والتحقيقات واستدعاء الشهود واموال طائله انفقت في ملاحقه الجديد انتهت في نصف ساعه حين نطقت رئيسه محكمه الاستئناف بقرار البراءه. محكمة الاستئناف رأت بما انه ما قدر الادعاء يثبت دون اي شك انه وصل هذا البريد الالكتروني على اه ايميل اه كارما خياط واعتبرت انه مريم البسام حتى لو تبلغت هذا القرار ليست الشخص القانوني الذي يمثل شركه الجديد مشان هيك لا يمكن عقد مسؤوليه الجديد بالنسبه لجرم عرقله سير العداله فريق عمل الجديد والفريق القانوني استشعرا قرار البراءة قبل صدور الحكم، السبب يكمن في غياب احد القضاه عن الجلسه النهائيه. طبعا عدم حضور القاضيه نص الجلسه جلسه قراءه الحكم هي صادره بالمخالفه اللي ابدتها هي واضحه طبعا انه الموضوع منه عاجبها ابدا وهي رافضه كانت قرار التبرئه من اساسه لانه هي بتعتبر انه مريم البسام انه هي المدير المسؤول بالشركه كان يقتضي عقد مسؤوليه الشركه بالنسبه لموضوع عرقله بالنسبه لتهمه عرقله سير العداله. بس هذا الشيء كمان منه دقيق، كان فيهم بكل سهوله انه يبعثوا هذا القرار لعندي على المكتب لانه انا ابرزت لهم وكالتي من الاساس انه انا بمثل الشركه، فكان في عندهم اكثر من اجراء ياخذوه ليقدروا يوصلوا هذا القرار تبع 110 اب ليتم تبليغه وفقا للاصول وفقا لاصول المحاكمات اللبنانيه او اي او وفقا لقواعد الاجراء والاثبات للشخص اللي بيمثل الشركه يعني هي بس لما فاتوا على المحكمه ادم وشفنا انه بس في رئيسه المحكمه والرئيس عكوم وعدم وجود الرئيس نوتويرسي انا وكرما آآ آآ قلنا اكيد في شيء مخالف لرايها يلي هو من الاساس انه راحت للتوجه للادانه على الرغم من صدور قرار البراءه الا ان المعركه لا تزال مستمره ادم في وفقا للماده 25 من نظام المحكمه بيحكي عن موضوع المطالبه بتعويضات للمتضررين. هلا نحن بدنا ندرسها من يعني عم ندرس الموضوع نحن كفريق قانوني للشركه كيف ممكن نستفيد من هيدي المادة بدنا نشوف الخطوات الواجب اتخاذها لنقدر نعوض ولو لجزء بسيط من من التكاليف يلي حطتها الشركة تجاه هذا الادعاء يلي استعملوا تعبير مبارح بالمحكمة ابطال يعني كان باطل من أساسه الابطال يعني ما كان في شيء من أساسه لملاحقة الجديد قضية جديدة تنتصر فيها الجديد فالمحطة التي اختارت المتاعب والقضايا الشائكة والمحقة نهجا لعملها تعرف ايضا كيف تنتزع حقا كاد يسلب منها. ادم شمس الدين قناة الجديد. الوحدة الاستقصائية في قناة الجديد تكشف حسابات ثلاثة وزراء في الحلقة المقبلة من وجها لوجه تحت طائلة المسؤولية تقرير هادي الامين. من فم الاسد سحبت الوحده الاستقصائيه الحسابات السريه السويسريه لعدد من السياسيين اللبنانيين، وقد كشفت الحلقه الثانيه خمسه اسماء من بينهم الوزيران السابقان الياس المر والراحل جورج فريم. لانه في ارباك أو في شيء حدا حابب يخفيه كما وكان حصة لنائبين في البرلمان اللبناني هما رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم والنائب محمد قباني اقتراح قانون مكافحة الفساد هذا تقدمت فيه بأواخر ل 2007 في مرة حطينا حساب الأيني نقص الأيني نقص بعد سنة شو اما حصه الاسد فكانت لرئيس الحكومه السابق نجيب ميقاتي. وما نقوله في السياسه والامن نقوله ايضا في الاقتصاد. في المواجهه بين الزميلين رياض قبيسي وسمر ابو خليل احتد النقاش وطال حول حسابات الرئيس ميقاتي. رياض يعني ما تلقائيا لما هو بيكون مساهم بهالقدر الكبير من الاسهم ب كبير كبير 15% دي ميه دي ميه دي دي ليه ما بده يحصل؟ ليه بدك تكون مستغرب يعني, يعني انه قطاع هالقد مطلع مصاري؟ ليه بدك تستغرب انه يحصل على قد بالتحكيم يعني؟ لا طبيعي لحسن. بس انا ما كنا نسمع روايه بانه هو جزء من الشركه بشكل واضح، كنا نسمع مجموعه ميقاتي واصلا صار في التباس الشركه بعت اسهمها ولا لا، ومثل ما قلت على الويب سايت تبعوله بالسيره الذاتيه بتفوتي بتلاقي نجيب ميقاتي بتحط بتلاقي مقابله معموله مع صحافي نعم. مكتوب فيها بانه قد تخلى عن الدجاجه التي تبيض ذهبا عفوا اذا التخلي عن الدجاجه التي تبيض ذهبا إيه؟ يكون ب 20 سنة. مليون ليره لكن علينا سنة. اعاده تعريف ما هو الذهب محتوط. ثلاثه وزراء جدد ستكشف حساباتهم في الحلقه المقبله من هم وما قصه حساباتهم الحلقه الثالثه من الحسابات السريه السويسريه وجها لوجه تحت طائله المسؤوليه الجمعة التاسعة والنصف على قناة الجديد النائب الممدد سامي الجميل يتقدم بمشروع قانون لإلغاء عقوبة الزنا من قانون العقوبات الجزائية والكتائب تؤكد جديات المشروع في زحمه التصريحات والتصريحات المضاده وفي فوضى المواقف خرق النائب الممدد سامي جميل جلسه اللجان النيابيه بمشروع قانون طال عليه الزمن وهو الغاء احكام الزنا من قانون العقوبات اللبناني اختار الجميل يوم المراه العالمي موعدا رمزيا لتقديم المشروع المستشاره القانونيه للجميل لارا سعاده تشرح اسباب تقدم الجميل بهذا القانون وماهيته قانون العقوبات قبل سنة 2014 كان ينص على إذا المرأة خانت الرجل فهي تعاقب ثلاث أضعاف العقوبة اللي بينال الرجل بهذا الحالة سنة 2014 تم إقرار قانون تجريم العنف الأسري بموجبه صار في مساواة بموضوع العقوبة بين المرأة والرجل صارت سنتين ماكسيموم بس بقي في تمييز بغير مواد اللي هي متعلقه بالاثبات تبع هذه العقوبه وبالتالي المراه لحتى تثبت انه زوجها خانها لازم يكون في جرم مشهود او اقرار منه اقرار قضائي يسمى بالوقت اللي هو في يثبت على زوجته بحيلا وسيله من وسائل الاثبات وبالتالي حتى بمجرد رساله خطيه بيقدر هو يقول انه خانتني مرتي هذا الرساله براف على هذا الموضوع بيحبسوها بموجب هذا الشيء هيدا نحن ما رافضين انه يضل موجود بقلب هذا القانون هيدا من جهه يعني عم نجرب نحن نلغي هذا التمييز الموجود بين المراه والرجل اللي متبقي حتى من بعد التعديل نحن رافضين لهذا التمييز ومن هذا المنطلق طلبنا الغائه كليا لهذه الاحكام اللي وردت هذا القانون 100%، ونازعنا صفة جرمية عن فعل الزنا. وعما اذا كان موعد تقديم مشروع القانون مناسبة لاحداث ضجة اعلامية فحسب، تقول سعادة ان الكتائب ماضية فيه حتى اقراره. المواطنين والمواطنات اللي متابعين شوي مسيرة النايب سامي شميل من اول ما بلش مسيرته النيابية، بيعرفوا انه من اول ما فات على مجلس النواب هو مدافع عن حقوق المرأة وعن قضاياها. ولحديت هلا صار مقدم مش هيدا هيدا منه اول قانون بيقدمه صار مقدم حوالي العشر قوانين عشر اقتراحات قوانين تعنى بحقوق المراه وبتمكينها دونك هيدا منه اول عمل بيقوم فيه حتى نعتبره انه خبطة عالمية او حيلا شي هيدا مسيرة هو تعهد فيها من اول نهار صار فيها نايب بس عم يستكملها تباعا يعني ولان الكتائب وفق سعادة اعتمدت نهجا لتعزيز دور المرأة في كل من العائلة والحزب والوطن كان لابد من سؤال الكتائب اذا ما كان هذا النهج سيشمل يوما المطالبة باعطاء المرأة اللبنانية الحق في اعطاء اولادها الجنسية آه لصراحه آه نحن كنا عم نفكر بهذا الموضوع وعم نشتغل على أنون لحتى آه نقدمه قريبا على المجلس النيابي بهذا الاطار. بعيدا مما اذا كان مشروع الجميل والكتائب مشروعا قابلا للتحقيق فمن المؤكد ان امام المراه اللبنانيه طريقا طويلا وعسيرا لانصافها ومساواتها بالرجل. ادم شمس الدين قناه الجديد. دول مجلس التعاون الخليجي في السرايا دبلوماسيا. أوضاع لبنان تجاه الخليج وأوضاع اللبنانيين في الخليج كانت محور بحث بين رئيس الحكومة تمام سلام ووفد سفراء مجلس التعاون الخليجي الذي ضم سفراء المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان. الوفد أكد أنه لمس من الرئيس سلام الحرص المؤكد على أطيب العلاقات بدول الخليج وعلى تدعيمها وتعزيزها دائما وشدد على إزالة أي لبس أو شوائب قد تعوق تقدم هذه العلاقة. أعتقد بان كل مواطن شريف سواء كان لبنانيا او خليجيا سي... سيلقى المعامله الطيبه من الجانبين وهم بالت... اولا واخيرا اشقاء ولا اعتقد ان هذه العلاقه ستتاثر باي شيء. وقد حمل الرئيس سلام السفراء رساله الى دولهم. بعد الاعلان الحوثيون في الرياض. احييكم من جديد. اكد وزير الخارجيه السعودي عادل الجبير ان فتح صفحه جديده مع ايران مرهون بتغيير تصرفاتها. الجبير وبعد اجتماع لوزراء خارجيه مجلس التعاون الخليجي قال ان دول الخليج تطالب بوحده لبنان لكن المزعج ان ميليشيا مصنفه ارهابيه تسيطر على قراره. وربما من من الخطوات الاوليه التي الذي شاهدتوها هي الـ الـ الاجراءات التي سيتخذوها وبداوا يتخذوها معالي وزراء الاعلام والذي اعلن عنها امس فيما يتعلق بالعمل العمل لايقاف بث البرامج التلفزيونيه والاذاعيه و توزيع الجرائد او الصحف اللي لها علاقه وارتباط او تابعه لحزب الله، فهناك اجراءات كثيره سيتم سيكون النظر فيها، المهم انه منع حزب الله من الاستفاده باي شكل كان من دول مجلس التعاون في اي مجال كان. الإمارات غارقة في السيول نتيجة الأمطار أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أبو ظبي ودبي وباقي أنحاء الإمارات إلى إغلاق معرض دبي للطيران في يومه الأخير وتعطيل الدراسة. وأكد منظمو معرض دبي للطيران في بيان نقلته وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن المعرض مغلق بسبب الأمطار. واعلنت وزاره التربيه الاماراتيه اغلاق جميع المدارس الخاصه والعامه في مطار ابو ظبي توقفت الحركه بضع ساعات كما نجت احدى العاملات فيه من الموت بعد سقوط جزء من السقف عليها وتسبب تساقط الامطار الغزيره بعدد كبير من الحوادث المروريه في دبي وفي العاصمه ابو ظبي ايران تعلن استعدادها لمسانده الحوثيين في اليمن والمفاوضات بين اليمن والسعوديه انطلقت أعلن علي أكبر ولاية مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مقابلة مع وكالة نادي الصحفيين الإيرانيين السبت أن إيران ستتدخل في اليمن بدعم روسي على غرار ما حدث من تعاون روسي إيراني في سوريا والعراق، كذلك أعلن الجنرال مسعود جزايري نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء أن إيران قد تدعم الحوثيين بالأسلوب نفسه الذي دعمت فيه الجيش السوري، وأن إيران قد ترسل مستشارين عسكريين إلى اليمن لمساعدة الحوثيين، إنما الموقف الإيراني قوبل بحذر من الحوثيين، فقد أعلنت وكالة رويترز أن أحد المسؤولين الحوثيين طلب إلى طهران الابتعاد من الملف اليمني. وتزامن ذلك مع معلومات عن وصول وفد حوثي الى الرياض لاجراء مفاوضات مع السعوديه لانهاء الحرب المندلعه منذ عام تقريبا تلبيه لدعوه مسؤولين سعوديين في خطوه هي الاولى من نوعها منذ بدء الصراع العسكري وتتزامن المحادثات في الرياض مع هدوء حذر على جبهه القتال على الحدود السعوديه اليمنيه وكذلك مع انتهاء التدريبات الخاصه بقوات رعد الشمال التي تشارك فيها دول عربية بينها مصر بعد الأعلان جديد باميلا أهلا بكم من جديد والآن ننتقل إلى النشرة الفنية من أعداد دارين شاهين مساء الخير شو جديد الممثلة باميلا الكيك منتابع سوا بها التحقيق بعيدا عن دورها كاتينا في مسلسل ياريت الذي سيعرض قريبا في شهر رمضان المبارك ماذا أخبرتنا باميلا الكيك عن حياتها الشخصية عن الحب وعن الشعر أنت من الشخصيات من الممثلات يلي لما يخلص المسلسل نعرف أنه بتضلك وقت علقانه بالشخصيه، شو بتعمل لترجعي تطلعي من هالدور؟ لا هلا انا كثير عندي بحياتي شغله كثير على الفصل والوصل يعني وخاصه كثير متعب كثير بفصل وبوصل بس انه الا ما يكون هيك في ريزيديو معين من الشخصيه اللي تعيشت وعشت معها تقريبا مثلا ريم هلا بسمرا سبع اشهر قعدنا مع بعض انا وريم فالا ما تمرق هيك كلمه او بادي لانجوج معينه استعملت لها اياها بس من من النوع اللي باخذ شيء على البيت يعني الكات والاكشن بيخلصوا بالوقت نفسه يعني طيب وبتعتمدي كمان على لوك معين بكل مسلسل قصد يعني انا بقصد انه انا اعمل بشتغل على الشوكينج سيستم عند العالم بناحيه اللوك لانه انا ممثله يعني انا كل دور لازم اعطيه لازم ارسمه من برا بتشوفي انت كيف بتحسيه وكيف بتشوفيه اكزاكتلي exactly. فاول ما شفتيني انت طلعتي وما عرفتي هيدا اللي بشتغل ما عرفتك علي. ابدا هيدا بدي اقوله للمشاهدين إيه. وبعدين قال لي باميلا فيليب قلت باميلا إيه. بس بدي اسالك سؤال بس مش هيدا لوك المسلسل بس هيدا اللوك نحن احنا بنعرفك فيه من زمان اول إيه ما بلشتي تمثيل إيه بس ما كان هالقد غامق شعري لا طيب باميلا انت اي لوك بتحبي على حالك انت كباميلا لا لا انا بحب الشقار كثير بحب يعني إيه؟ يعني انا هيك يا عندي بدوب قدام الشقار باميلا وينك من الحب؟ بح <applause> <تصفيق> آه أنا <applause> لانه هلا هيدا الشيء اللي شايفته بوجه الكاميرا هي الفالنتينو تبعيتي و... صعبه على صعبه ف... على الممثله انها تحب آه، مش صعب بس انه بدك تلاقي الوقت يعني ما في بدك تلاقي الوقت بدك تلاقي الشخص الساعة اللي عم نصور فيهم كثير صعب اصلا شوف اهلي كيف بدي اشوف حبيب القلب بس اكيد يعني بيتفضلوا ال... هلا عم نشتغل هلا هونيك مفوكسه بعدك عم تكتبي؟ ايه اكيد انا ما بوقف كتابه يعني بضلني اكتب يعني طالما عندي حتى بالتصوير اوقات هيك بكون عم باكل او بكون بالمشهد بحمل التليفون مع اني بحب الورقه والقلم اكثر بس انه اذا هيك بسرعه بحمل النوتس وبكتب الفكره وبرجع بسترسل فيها بعدين بالليل على يعني حنشوف كمان كتاب جديد بعملها ما بعرف. ممكن, ممكن سنتج ايه على المزاج أي. يعني حسب ما اذا عندي شيء علي صوتي له بعلي صوتي بس هلا صوتي شوي اترك غيري يعلي صوته من الجراند هيلز برمانا دارين شاهين قناة الجديد لكل محبي سلسلة جيم اوف ثرونز في اوعدن بجزء جديد <applause> لكل محبي المسلسل الخيالي جيم of Thrones يمكن القول أن الجزء السادس سيشاهدونه في نيسان المقبل وذلك بعد أن طرح تريلر رسمي لهذا الجزء على موقع يوتيوب يوم الثلاثاء حط النقطة حروف كل شي صبح مكشوف هلأ صرت تحكي وصار في خلال الحلقة التي استقبلت فيها الإعلامية وفاء الكيلاني الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور على شاشة الام بي سي سمعنا الكثير من التصريحات الجريئة لسيرين نذكر منها قول سيرين عند سؤالها عن أجرها في التمثيل ما بعرف غيري من الممثلات قديش بياخدوا لأعمل مقارنة وبعتقد أنه بطلب مبلغ بليق فيي وبموهبتي وردت على سؤال الكيلاني بالتأكيد انها اغلى ممثله لبنانيه، وكشفت عن قرار اتخذته هذا العام حيث اشارت الى انها قررت ان لا تشترك باي عمل درامي ولو كان السعر مغري جدا، بدي اقعد مع عيلتي واخر هم المصاري او الدور، مؤكده انها تندم في بعض الاوقات انها لم تنجب مره ثانيه. وعلى صعيد آخر وعن الإشكال في كواليس مسلسل 24 قيراط بحسب الممثلة ماجي بوغسون أشارت سيرين إلى أن لا إشكالات حصلت في الكواليس وليش لا أفضح كواليس العمل؟ وكنت بتمنى أن مساحة دوري بالعمل تكون أكبر ويتم احترام قيمتي الفنية وكنت أتوقع أن يقف عابد فهد إلى جانبي لأنه هو من طلب مني أن أشارك بالعمل لكنه فاجأني بأنه وقف على الحياد وبرجع بشتغل معه إذا في عمل مشترك وردا على سؤال ستعملين مع المنتج جمال سنان مرة ثانية قالت سيرين لا أفكر بالعمل معه وهو لن يعمل معي مجددا وعن الممثلة ماجي بوغسون أكدت سيرين أن لا إشكال بينهما اندمت على 24 قيراط وتعلمت أنه لازم ما يكون قلبي طيب أعلن عازف الإيقاع في فرقة البيتلز رينجو ستار على صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة منتج الفرقة جورج مارتن عن عمر ناهز التسعين سنة. وكان مارتن أنتج معظم أعمال فرقة البيتلز المشهورة، وقد نشر رينجو خبر وفاته بشديد الأسف والحزن يوم الأربعاء 9 آذار صباحا. وكان مارتن أنتج معظم أعمال فرقة البيتلز المشهورة. وقد نشر رينغو خبر وفاته بشديد الأسف والحزن اليوم صباحا وقد آمن المنتج بقدرات جون لينن وبول ماكارتني على كتابة أغانيهما الخاصة وساعدهما في ذلك مهارات جورج مارتن الإنتاجية والتوزيعية جعلت الفرقة تزدهر وتنجح بشكل أسطوري هيدا <applause> كان كل شيء باي كان في النشرة الحراك يستعد للسبت الكبير ندعوكم للمشاركة الكثيفة بتظاهرة يوم السبت المقبل حوار بسيف الرئاسة بين فرنجية وباسيليا دولة الرئيس نبيه بري كان حاسما في التأكيد على أنه في موضوع انتخاب الرئيس لن يكون هناك تجاوز من الدستور بعد البراءة ما الجديد؟ عنا بلبنان في قوانين تسمح لنا انه نلجا للمحاكم الوطنيه للمطالبه بتعويضات في الخاص بين الكتائب والزنا احكام نحن رافضين لهذا التمييز ومن هذا المنطلق طلبنا الغائه كليا لهذا وكان في النشره مدينه الابراج تحت الماء النشرة انتهت.. شكراً على كرم المتابعة وتصبحون على خير